الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورد الكثير من الأسئلة أو من الاقتراحات أو أن رمضان جاء كلمة رمضان من الحر، فيجب أن يبقى رمضان شهرا ثابتا في السنة، وإذا رمضان دار على فصول السنة فهذا خطأ، والأمة الإسلامية أخطأت، وإلى آخره ضجة كبرى. سوف نعطي الحقائق بكل شفافية وبكل وضوح، أن رمضان يدور على كل السنة، هذا هو الصح، وليس أن يثبت في موسم واحد. النسيء وثبات شهر رمضان. النسيء هو الإطالة الشيء إلى شيء آخر لكي نثبت المواسم في ذاتها. يعني ليس من المعقول أن نثبت مثلا رمضان في الشتاء حيث الليل قصير، بقول لك خلي يعني دعنا نثبت رمضان بالشتاء، الناس بتصوم بسرعة وبسهولة أفضل ما يجي من الصيف واليوم طويل إلى آخره. أيها الناس، يعني القمر ظاهر لكل الناس وليس مختفي، القمر ظاهر، وبإمكان أي إنسان وبكل بساطة أن يتابع ميلاد القمر في كل شهر. يعني موعد يا أخي، انظر إلى القمر بكل شهر وسجل عندك وقارنه مع التقويم الميلادي. يعني أنت اعمل الاختبار بدون رأي ورأي فلان ورأي فلان، الموضوع سهل للغاية. السنة القمرية، الشهر القمري هو 29 يوم حصرا، 29 يوم، 12 ساعة، 44 دقيقة و3 ثواني، فهو توقيفي من الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، الشهر القمري هو 29.5 تماما، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ماذا يعني هذا الحديث الرائع للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الشهر القمري 29 يوم، فإذا غم عليكم لم يظهر الهلال أكملوا العدة 30. لماذا؟ انتبهوا لهذا الموضوع هام، لا يأتي شهرين قمريين متتاليين 30 يوم أبدا، ولا يأتي شهرين قمريين متتاليين 29 يوم. شهر 29 وشهر 30، شهر 29 وشهر 30، هي موضوع يمكنكم أن تراقبوه شهريا بدون والله قال فلان والفيديو الفلاني نزل والفيديو الفلاني طلع. إذن 29 يوم، 12 ساعة، 44 دقيقة و3 ثواني، وموجود هذا الكلام، يعني هي تطبيقات على الإنترنت متوفرة للجميع. لذلك لا يوجد ولا شهر قمري على الإطلاق يساوي 31 يوم، لكن عندنا مجموعة لا بأس بها من الأشهر الميلادية 31 يوم، فلا يعقل أنه أن أطبق السنة القمرية على السنة الميلادية. لذلك السنة القمرية هي 354 يوم و8 ساعات و48 دقيقة و36 ثانية. طبعا هذا الرقم ضرب 12 بيطلع معي 354 يوم. يا أخي احسبها لحالك، حط أنت راقب القمر سنة كاملة، طبعا مو كل يوم، كل شهر. أما السنة الميلادية 365 يوم، فالفرق 11 يوم. يعني حكما كل 33 سنة قمرية تساوي 32 سنة شمسية. يعني كل 33 سنة يدور رمضان ويأتي بنفس التوقيت. يعني فرضا رمضان جاء مثلا في بداية العام هذه السنة، بعد 33 سنة سيأتي في بداية العام الميلادي. إذن كل 33 سنة، يعني رمضان في هذا العام يعادل تماما توقيت رمضان قبل 33 سنة ميلادية. طبعا هنالك قانونين سهلين نعطيكم لكم كيف أحول الميلادي إلى الهجري. يعني مثال، في أي عام ميلادي تقع بداية عام 1418 هجرية؟ أنا عندي عام 1418 هجرية بدي أحوله إلى الميلادي. فالقانون هو الميلادي يساوي رقم ثابت 622. منين جاء هذا الرقم 622؟
لأن بدأ التاريخ الهجري والرسالة الإسلامية في عام 622 ميلادي، فهذا رقم ثابت. بضف له الهجري ضرب 32 على 33، يعني 622 زائد 1418 العام الهجري اللي أريد حسابه على الميلادي، ضرب 32 على 33 بيطلع معي عام 1997 ميلادي كان العام الهجري 1418. فالموضوع لولا الرقم 32 على 33 ما كان ظهر معي هذا الرقم الميلادي. عرفت أنه كل 33 سنة قمرية يساوي 32 سنة شمسية. التحويل بالعكس، عندي ميلادي أريد أن أحوله إلى الهجري، يعني في أي عام هجري تقع بداية عام 1997 ميلادية. طبعا الهجري يساوي السنة الميلادية اللي هي قلنا 1977 ناقص 622 اللي هي بداية الرسالة الإسلامية، ضرب 33 على 32 فبيطلع عندي عام 1417 هجري كان 1997 ميلادي. إذن هناك علاقة واضحة، علاقة سهلة، لا يحتاج لكل هذه الفيديوهات وكل هذه الفوضى. نتابع بهذا الشكل الأشهر القمرية. الأشهر القمرية هي ما يلي. طبعا أربعة منا أشهر حرم، هي شهر محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. إن عدة الشهور عند الله القمرية طبعا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: محرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيفترض إذا كان في بلد فيه حروب، يا أخي أقل شيء ارحموا الناس أربع شهور، أوقفوا الحرب: محرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالفوضى والقتل والدمار والتخريب. يعني أقل شيء ارحموا الناس أربع شهور، لكن لا تطبق هذه الآية على الإطلاق، ولا أحد يطالب في تطبيقها. الكل صامت، حتى الخطاب الديني صامت، يعني ما بيقول لنا يا أخي خلص ارحموا الناس أربع شهور من القتل والضرب والتخريب، عيب. طيب صفر كان اسمه ناجر لشدة الحر، نجر الحر أي اشتده. فقالوا إنه شهر رمضان، طبعا أصحاب الفيديوهات هي الشهيرة جدا، يعني الحر، فيجب أن يأتي رمضان حكما بالصيف لأنه اسمه رمضان من الرمضاء. والله أمر يعني الكلام عجيب جدا. طيب إذا ثبتنا رمضان بالصيف، جينا معكم ثبتنا رمضان بالصيف، طيب ضبط لي إياها، كيف يأتي شهر الربيع وبعده الشتاء؟ طيب أنا عندي ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، طيب كيف يعني ضبطت معك؟ إنه يأتي الربيع قبل الشتاء. لاحظت أن رمضان والحر ما له علاقة بعملية الترتيب. طيب ثبت رمضان بالحر وحسب لي كيف يعني راح يزبط معك، سيأتي فصل الربيع قبل فصل الشتاء. يعني أمركم عجيب جدا. رمضان يمشي على مدار السنة شئتم أم أبيتم، والذي لم يعجبه هذا الكلام أبدا، فالقمر موجود أمامك، ما مختفي، يظهر لكل الناس. أنت في بداية كل شهر قمري، وصار عندي شهر محرم صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، وأنظر كم يوم سوف يأخذ معك هذه السنة، حسبها. كل بداية شهر اكتب انتهى الشهر الأول، شهر الثاني، فرضا هنا بدأت بكذا تاريخ ميلادي، قول يعني ظهر لي بداية شهر محرم بكذا تاريخ ميلادي، ظهر صفر ربيع الأول ربيع الثاني، اجمع 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 الأيام حتى تنتهي. انظر ستجد أنك
قبل 10 أيام أو 11 يوم من هذا الميلاد، هذا التاريخ بدأ شهر محرم الجديد، يعني حكما بعد 354 يوم و8 ساعات تنتهي معك السنة القمرية، احسبها على القمر. أما السنة الميلادية هي 365 يوم، معروف كل شهر 30 ولا 31، أو شهر شباط فبراير 28 29، فالأمور محسومة ومحسوبة بدقة. والذي لم يعجبه ليحسب لحاله القمري، الميلادي متفق عليه الجميع، المشكلة في القمري. أنت يا أخي احسب 12 شهر قمري كم يوم بيطلعوا معك؟ راح يطلع معك 354 يوم، طبعا 8 ساعات 48 دقيقة ما راح يظهروا معك. لذلك كفى بقد قول يجب أن نطيل السنة القمرية لكي تتوافق مع السنة الميلادية، لكي يبقى رمضان يأتي بتاريخ ثابت. هذا كذب وافتراء يخالف الحقيقة. لذلك إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. لا تدخلوا في النسيء وكونوا منطقيين، فرمضان سيدور على مدار السنة، وابقوا عاقلين. وكفى فيديوهات وضجة كبرى ورمضان وعبر سلولي فلان شوف هالفيديو قال رمضان لازم يكون ثابت وفلان حسب. يا أخي أنت احسب، ما لك علاقة مع فلان. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب القمر ظاهر أمامكم، احسبوا 12 شهر قمري راح يطلع معكم 354 يوم وليس 365 يوم، وأقل من السنة الميلادية ب 11 يوم، فكل 33 سنة سيدور رمضان دورة كاملة. نرجو أن نكون قد أوضحنا الحقيقة للناس ومن ضمن آيات الله. شكرا لكم ولأسئلتكم، وإلى لقاءات أخرى، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.